بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال بيقول: هي عمليات سرعة القصف غير آمنة فعلا زي ما كتير من الدكاترة بيقولوا؟ طبعا مع احترامنا الكامل وتقديرنا وإقرارنا بأستاذية الكتير من الأطباء لينا، هم يعني أساتذة أفاضل يعني، وموقعهم من العلم يعني معروف يعني، قامات ما شاء الله يعني. ولكن الطب علم نسبي لا توجد فيه حقائق مطلقة، كل يوم في حاجة جديدة. يعني اللي ممكن يكون بالنسبة لنا حقائق مسلم بها في الأمس هو اليوم واقع مختلف. يعني زمان كانوا بيعتبروا إن مثلا عملية العجز الجنسي دي حاجة من الشياطين والجن أو مشاكل نفسية ونوع من الأمراض النفسية والجنون. ولذلك كنت تلاقي الدكاترة اللي بتعالج العجز الجنسي أو الضعف الجنسي حتى ستينات القرن اللي فات تقريبا أو الخمسينات هم دكاترة الطب النفسي، دكاترة المسالك والتجميل ما كانش لهم علاقة خالص بالموضوع نهائي. وتلاقي اللي بيعالج الموضوع ده عندنا هنا طبعا الدجالين والمشعوذين والشيوخ وخلافه، على اساس ان الموضوع بيقول لك اصل ده مربوط ده ملبوس ده في الكلام ده كلنا عارفينه. بعد ما تبين بقى آلية العجز ازاي بدأت الامور تتضح، وبدأ بقى الدعامات وبدأ بتوع التجميل يشتغلوا وبتوع المسالك يشتغلوا وبدأت الدنيا تاخد شكل اخر بعد ما تغيرت القاعدة. نفس القصة بالنسبة لسرعة القصف. سرعة القصف قعدوا يعني منذ نشأة الطب كانوا يقولوا إن سرعة القصف ملهاش علاج، وبعد كده بدأوا يستخدموا أدوية اللي هي بتاعت مضادات الاكتئاب والبنج الموضعي، يستخدموها كعلاج لسرعة القصف عن طريق الآثار الجانبية للأدوية وليست الأدوية نفسها. الأدوية أصلا مش أدوية سرعة القصف، الدواء الوحيد اللي هو مصرح بسرعة القصف هو الدابوكسيتين أصلا والحاجات الموضعية. ولكن الأقراص ما فيهاش دواء مصرح بيه لعكس القصف حتى يومنا هذا غير الدابوكسيتين بس، حتى وقت الحديث بتاعنا يعني. العلاج الجراحي لسرعة القصف كان امر يعني مفروغ منه، لا يوجد علاج جراحي. بعد كده بدات الناس تقول لك لا ده احنا ممكن في تدخلات زي مثلا قص العصب، زي حقن الفيلر في راس القضيب، ده في مش عارف بقى اللي هو الكاب التبريد، وفي التردد الحراري، وفي السويتش اوبريشن، عمليه اللي هي التعديل اللي هي السويتش. فطبعا كل الكلام ده حاجات جديدة لقت مؤيدين ومعارضين. لما بدأنا في عمليتنا عملية علاء عجلان كان عدد المعارضين لنا كبير جدا، ولكن بعد ما اتنشرت العملية في أكبر 6 مؤتمرات في العالم واتنشرت في الدورات العلمية واتناقشت مع أساتذة كبار من دول العالم المختلف الوضع اتغير. عملية علاء عجلان مش هنتكلم عنها في موضوع آمنة ولا غير آمنة، لأن هي ما فيهاش أعصاب، ما فيهاش قص أعصاب، فما حدش يقدر يقول إنها غير آمنة. ما هو الكلام على إن العملية غير آمنة إن بيقول لك إن هتفقد الإحساس أو هتفقد الانتصاب. فعملية علاء عجلان لا فيها قص أعصاب ولا تدخل في الأعصاب نهائيا، فلا هتأثر على الانتصاب ولا هتأثر على الإحساس. فنركنها على جنب، دي ما فيهاش خلاف. الخلاف في عمليات قص العصب او كوي بالتبريد او التدخل بالسويتش اوبريشن، جهاز صغير كده بيتحط على العصب يعني يمنع مرور النقطات الكهربائيه فيه او يحولها، فكانه يعني ممثل لقص العصب. العمليات دي في الاول كان فيها، وقمنا بنتكلم بنقول حقائق تاريخيه، كان فيها نسبه احتماليه ان يحصل عجز جنسي للمريض، والاحتمال دي كانت في حدود 1%. 1% دي طبعا نسبه ضئيله بس يعني ما ينفعش، لان من 100 واحد هيجي له عجز جنسي انت دمرت حياته.
عشان نتكلم 1% دي ممكن يقول لك ايه يعني، لا 1% كتير، 1% كتير، لان انت هيبقى في مشكله حقيقيه لواحد فتره طويله من عمره. ده الفرض ان الكلام ان الحاجات دي دائمه، ولكن المشكله ان قص العصب والحاجات دي، قص العصب بيحصل اعاده نمو العصب تاني، يعني حتى لو حصل حاجه بوضع مؤقت. الناس اللي بيتقطع عندها العضو الذكي بيجي لنا ناس يعني الراس مقطوعه في الطهاره، حته من الراس مقطوعه في الطهاره، جزء من الساق مقطوع في الطهاره، يعني يبقى العضو ممكن مقطوع جزء من الراس او الراس او التلتين او، وتلاقي المريض جاي لك ومتجوز ومخلف. احنا شفنا حالات كتير كده، يعني هو ده، ما انت مش قطعت عصب، انت قطعت كل الاعصاب عند نقطه اللي هي الايه البات، ومع ذلك في انتصاب وفي احساس. والمؤسف ان في بعضهم عنده سرعه قذف اساسا كمان رغم الكلام ده كله. انا جالي عيان العضو بتاعه مبتور، الراس كلها مبتوره وجزء من الساق، وجاي عشان يتعالج بسرعه قذف، 25 سنة، شاب صغير. فطبعا دلوقتي قلنا الأعصاب مش هتأثر على الإحساس لو اتعملت صح. إزاي؟ كان زمان الدكتور بيخش يروح قصص إيه العصب، في عندنا المجموع العصب اللي هو في النص في الظهر القديم محدش بيقربها. عندنا بقى في عصب رئيسي أيمن وعصب أيسر على بعد 8 مللي من منتصف ظهر القضيب، واحد يمين واحد شمال، 8 مللي. واحد يمين واحد شمال، وبينهم حاجات فرعيه، وتحت البتاع في برضه فرعين صغننين حوالين مجرى البول، وحاجات متفرعه كده زي شبكه العنكبوت تحت عند المنطقه دلتا. قص الاعصاب الصغيره دي ما بيعملش مشكله. المشكله ممكن تحصل امتى؟ لو انت قربت من العصبين الرئيسيين اللي هو الايمن والايسر، اللي في المنتصف ده ما حدش بيقربه، ما حدش بيشتغل فيه بامانه يعني. فالعصبين دولت لو اتشال واحد منهم او اتشالوا الاثنين ممكن يعمل للمريض عجز مؤقت، لان هيحصل نمو للعضو تاني. طب دلوقتي الجديد اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل اختبار للعضو قبل ما نقصه ونشوف المريض. لو انا وفقا للاختبار ده هعرف منه لو انا قصيت العصب ده المريض هيحصل له ايه؟ يعني هل هيحصل له عجز؟ هيحصل له فقدان في الاحساس؟ طبعا لما يبقى المريض عنده 7-8 اعصاب في ظهر القضيب وانا قصت منهم واحد ولا اثنين، يستحيل ان هو يحصل له فقدان كلي في الاحساس او ان هو يحصل له عجز. احنا بنعمل ايه بقى عشان نأمن الحكايه دي؟ بنعمل اختبار عادي خالص، بنعرف زي كاننا عملنا قص مؤقت العصب مثلا، يعني عشان اسهلها لكم يعني. بنعرف منه، احنا ما بنقصش طبعا، ده اختبار دوائي. بنعرف منه المريض ده لو اتقص العصب عنده هيحصل له عجز ولا لا؟ هيحصل له فقدان في الاحساس ولا لا؟ زي بالظبط ما بنعمل اختبار تنبؤي في عمليات على عجله، بنعمل اختبار تنبؤي في العمليات الثانيه دي اللي هي بتاعت الاعصاب. بل وطورناها كمان ان احنا بقينا بنعمل العمليه دائما. يعني العمليه كانت مشكلتها الاساسيه انها بتقعد 8-9 شهور وترجع تاني للمريض لان العصب بينمو تاني. فبقينا بنعملها بشكل دائم. المريض العمليه تتعمل خلاص اخد نتيجه دائمه وانتهت القصه على كده. اذا مساله الخوف من ان المريض يحصل له بعد عمليات سرعه القصف عجز جنسي او فقدان في الاحساس، لا ده تراث من الماضي. دلوقتي المريض يحصل له الكلام ده دلوقتي ليه؟ لو انت ما عملتش اختبارات قبل العمليه وفحوصاتك اللي تعرف منها النتيجه المتوقعه ايه؟ عشان اجي اعمل عمليه قص عصب او اي تدخل اخر بخلاف على عجلان، على عجلان ما فيهاش مشكله اللي هي الخوف ده، امنه تماما. العمليات الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها العمليات المتعلقه بالاعصاب. دلوقتي بقينا بنعمل لها اختبار عادي خالص قبل ما تتعمل، وبقينا بنعملها بشكل دائم، يعني تدي المريض نتيجه دائمه. يعني بوضوح شديد انت دلوقتي خايف من ايه؟ ان يحصل عجز او يحصل اسمه ده فقدان الاحساس، انت حليت الاثنين دول. العمليات كانت
اللي هي قص الاعصاب والحاجات دي كان فيها نسبه من عدم الامان زمان فعلا، ولكن الان الكلام ده غير موجود، بدليل ان مثلا في مستشفى زي مستشفى تروما ده مستشفى عالمي طبعا له 12 فرع عامل لوحده في جراحات قص الاعصاب دي 13000 حاله، فما فيش مستشفى عالمي هيغامر بسمعته في عمليه ميؤوس منها او فيها احتماليات. يعني ايه تعمل 13000 مريض عمليات جراحيه وسمعتك تبقى موجوده على مستوى العالم والعمليه تكون مش مظبوطه؟ ده امر غير قابل للنقاش. العمليات دلوقتي بقت امنه بشرط انك بتعمل اختبار للمريض تعرف منه العمليه لو عملتها لو قصيت العصب ده او العصب ده او عملت كذا عملت كذا هتكون النتيجه ايه؟ وفقا للاختبار اللي بتعمله تقول ده ينفع نعمله العمليه او ما نعملهالوش. وفي اعصاب غير رئيسيه لو اتقصت من غير اي اختبارات مش هتعمل حاجه للمريض، مش هتعمل له مشاكل لانها غير رئيسيه. وضربنا مثل بان انت لما بتيجي تعمل عمليات قبل كده قلناها عاوز تقص عايز تعمل دعامه بتقص شمال ويمين وتقص الاعصاب سواء فوق او تحت، عندك اعوجاج في القضيب بتقص شمال ويمين، عندك كسر في القضيب بتقص شمال ويمين، بتعمل رقعه في جزء من القضيب بتقص شمال ويمين، فبتقص الاعصاب والمريض عادي خالص ولا بيشتكي اساسا ولا يعرف ان الاعصاب اتقصت عنده. اذا انك تعمل العمليه بدون اختبارات او فحوصات ممكن تعرض المريض لخطوره والخطوره دي 1%، دي ارقام مش انا بقول 1% تقليلا هي كده فعلا، ولكن لما تعمل الاختبارات ال 1% دي ما بقتش موجوده، بقت نسبه الخطر 0%، وده هو اللي بنكسبه من الحداثه في الطب، انك كل ما تجدد التقنيات بتاعتك والشغل بتاعك بتوصل لنتائج افضل. وبرضه نرجع نقول المريض له كافه الخيارات، ممكن ما يعملش حمل جراحي خالص ويمشي على ادويه طول عمره، ممكن يعمل عمليات على عجلان لان نسبه امانها عاليه ما فيهاش اعصاب، ممكن يعمل العمليات التانيه وفقا للتقنيات الجديده. اسال الدكتور وحضرتك هتعمل ايه؟ طب هو الامان هيبقى ايه؟ طب هو انا ممكن يحصل ايه؟ من حقك تعرف كل حاجه وتخش وانت مطمن. وشكرا.